أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: والدتي في الحداد متوفى عنها زوجها، هل يجوز لها أن تخرج للعمرة في رمضان؟ لا، ما يجوز لها أن تسافر لا للعمرة ولا لغيرها، ولا لحج ولا لغيرها، حتى تكمل العدة. قال صلى الله عليه وسلم: امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله، قاله للمعتدة من الوفاة. نعم.